اسمح لي طال عمرك، انا عندي سالفه بسيطه ودي اقولها. اكيد انا يا طويل العمر ان في وادي الدواسر في الجنوب، والقصه هذه انا اسمعها من الشباب، والقصه هذه يقولون قديمه في مسكة، وكان رجل كريم وامير مسكة حسين ما خاب ظني حسين بن باني الكثير، كان مشهور بالكرم، حتى الملك عبد العزيز طيب الله تراه يقول زاره وقده كبير في السن، وكان مشهور بالكرم، وله قصيده مشهوره كان يحث ولده على الكرم وعلى مكارم الاخلاق، والله اني حافظها منه واني استمتع. شوف قصيده وانا اقصى الشمال وانا في الجنوب وانا اسمع هذه القصائد، وكذلك في قصيده من اهل الشمال عيال ميزر واخوه، بس البنت ما نبغى نتطرق، بنتكلم على القصه هذه. فيقول هو يحث ولده، يقول يا حشر ولم طبخت للمساير قدام يمشون المساير عنا، اتغاثلها ولها على الله تياسير وحذراك حط الشاذري لا تونى، كان اقبلوا من خشم كبشه الينير وبيوت من يم الحنابج تبنى. دقيقة عن اذنك، وبيوت من يم الحنابج تبنى، جونا على هجن سوات السنانير ويبغون زاد القصر والعلم منا، زادن يحوفنه ابنيا غنادير ويصفق عليه السم من غير منا، وقصورنا وايش يقول قصورنا مثل الهضاب المزابير، لا بد ما نفنى وهن يقعدنا، انعالج الدنيا بصبر وتناكير، يا ما لويناهن ويا ما لونا. الين قال هذا حكمه، ولا بد من قبر عليها الحفافير تذكر ما سويت يا اخو مهند. الله 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 ال